سيحظى البطل الأردني أحمد أبو غوش باستقبال رسمي وشعبي حافل لدى عودته اليوم إلى عمان قادما من مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وذلك بعد أن منح بلاده أول ميدالية ذهبية بتاريخها في الألعاب الأولمبية ضمن منافسات التايكواندو. عادت باثة بريطانيا بحصيلة استثنائية من الميداليات في أولمبياد ريو، بلغت 67 ميدالية منها 27 ذهبية، وحلت بالمركز الثاني بالترتيب العام خلف أمريكا. يلتقي روما الإيطالي مع ضيفه بورتو البرتغالي ضمن إياب الملحق المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا على أرض الملعب الأولمبي. مباراة الذهاب انتهت نتيجتها بالتعادل بهدف لكل فريق.